احنا بس في حد مستنينا بقاله فتره وعايزين يشارك معانا على الهاتف. الفكره كانت مبادره ايضا من استاذ ابراهيم حجازي، فكره البحث في تاريخ لقطه تذكاريه او صوره معينه لنجم من نجوم الوسط الرياضي او ربما في اي مجال من المجالات في مصر، سواء كنا بنتكلم عن الرياضه او كره القدم او اي مجال اخر، بنتكلم عن فقره البوم فلان. والنهارده الصوره اللي بنشوفها مع حضراتكم من البوم نجم النادي الاهلي والكره المصريه السابق الكابتن احمد عبد المنعم كشري. خلينا نتلقى الاتصال وهيشارك معنا على الهاتف. واتفضل يا استاذ ويورينا الصوره. طيب عشان نشوف الصوره الاول وحضرتك تبدا بالحديث مع الكابتن احمد. استنى الصوره دي ادي احمد كشري، وهنا احمد عبد العزيز الفنان احمد عبد العزيز. ايوه، واحمد كشري يمكن كان يبقى هو مثلا نمره واحد ساعتها في مصر او الوحيد في مصر اللي مربي شنب اعتقد كده يعني مش عارف المشهور بده. وشخصيه جميله جدا احمد الحقيقه. انا اعتقد ده عملناه في الاهرام الرياضي اعتقد، دي الله اعلم يعني، انا فاكر كده ان احنا عملنا ديت. كان الاثنين يعني كان كاوله شبه ده. ومعنا احمد دلوقتي اهو، هيكون معنا متهيألي خلال لحظات لانه كان في انتظار معنا على الهاتف. طيب سامعك يا استاذ. مساء الخير يا احمد. مساء الخير يا ابراهيم، سعيد ان انا معاك جدا والله. ربنا يخليك. الله يخليك. صحه ودايما بستمتع بيك والله. ربنا يخليك يا ريس. قول لي يا احمد، الصوره دي اللي انت واحمد عبد العزيز بقى ايه الموضوع؟ والله في الفتره دي انا كنت فعلا مربي شنبي، وكنت في شبه كتير بيني وبين الممثل الكبير طبعا استاذ احمد عبد العزيز. ففعلا الاهرام الرياضي كان هو صاحب الطبق في ان هو يعمل لقاء بيني وبينه في بيته، وقعدت معاه وكان من ضمن الاسئله فعلا في وجه شبه بينك وبين احمد كشري. فقال لهم احمد كشري لما لعب اول ماتش مع الاهلي في تونس وجاب جونين وانا كنت معزوم مع اصدقائي ودخل عليهم، فكل اصحابه ندهوله كشري كشري. قال لي اصحابي مسمينا احمد كشري لان الشبه كان كبير، ويمكن حضرتك شايف في الصوره. انا كنت بدي له التيشيرت بتاع منتخب مصر وكنا متصورين عنده. فيعني هو طبعا شخصيه جميله واعتز بيها وشرف ان انا اكون فيها حاجه من استاذ احمد عبد العزيز. قول لي يا احمد، انت كراس حربه وهداف ومهاجم، لا يعني لما تيجي النهارده يعني الفتره اللي لعبتها يمكن ما كانتش فتره طويله قوي خدت بالك، انما عايز اقول ايه اللي انت لو رجع الزمن لورا تقوله لنفسك عشان تعمله، وايه نصايحك للهداف للراجل اللي بيلعب راس حربه بالذات، لان ده واحد دايما على طول بيبقى داخل في حيطه سد زي ما بيقولوا، يعني راس الحربه ده دايما لازم يكون انه كل الكرات العاليه بيخشوا مع المدافعين الكلام ده كله. نصايحك ايه لو انت رجع بيك الزمن كنت تقولها لنفسك، ونصايحك ايه للشباب دلوقتي لان احنا عندنا ازمه في رؤوس الحربه دلوقتي في مصر؟ والله اول حاجه انا يعني اقول لنفسي ان انا كنت فتره مع النادي الاهلي، يمكن انا كنت ماضي مع الاهلي 5 سنين. في اول 3 سنين ليا جبت مع النادي الاهلي 63 جول، وده كان رقم كبير جدا طبعا، ويمكن الحمد لله ربنا كرمني وانا الهداف التاريخي للبطولات العربيه، كنت هداف كاس مصر 2 سنين. يمكن انا كنت عايز اطلع تجربه احتراف في اوروبا، ويمكن جالي مش كلاب داخل الماني وجالي نيوشاتل السويسري. في الفتره دي انا استعجلت وسافرت يعني سويسرا، لعبت في نيوشاتل. اعتقد ان انا لو كنت متواجد في مصر في الفتره دي كان الهدافين قالوا، يمكن المنافسه كانت بيني وبين حسام حسن اكثر حاجه طبعا هداف كبير، والنادي الاهلي ما كانش عنده فرصه. فانا لو رجع بيا الزمن لا هستنى في النادي الاهلي، نادي كبير جدا، والواحد لما يختار الاحتراف يختاره بدري شويه وهو صغير، وفي انديه تكون انديه كويسه عشان تقدر تطور من ادائه ويقدر يكمل زي محمد صلاح كده ومحمد النني. طبعا بالنسبه للمهاجمين في الوقت الحالي يعني لازم المهاجم يكون رقم واحد، حاسس بالمرمى، يبص على المرمى كتير ويتحرك وما يبعدش عن المرمى. معظم المهاجمين دلوقتي في مصر بيتكلموا عليهم ان هم محطه وان هو بيقف على الكوره، بس لازم يكون لعيب خطاف، لعيب بيتحرك كويس جدا. التحرك هو اللي هيوصله المرمى، الستارت بتاعه قبل المدافع هو اللي بيخليه يحط جسمه قبل المدافع يوصل المرمى، زي محمد صلاح يمكن الستارت بتاعه بيخليه يسبق اي حد. فالسرعه طبعا مطلوبه، وتاني حاجه لازم يكون بيشتغل شغل تخصص على المرمى كتير من جميع الزوايا وبيشتغل انفرادات عشان المواقف دي بتجيله في المباريات. واهم حاجه في المهاجم انه يبقى صاحب قرار، يبقى قراره سليم في الوقت المناسب، يعني المدرب بيمرنه ويديله كل اساليب التدريب على المرمى، لكن في الاخر المهاجم انا بقول موهبه وقرار
ولازم يكون صاحب قرار وقرار سريع وقرار سليم ويستغل الفرص اللي تجيله. اعتقد ان شاء الله هنشوف مصر باذن الله في الاجيال اللي جايه مهاجمين ان شاء الله افضل مننا كمان باذن الله. طيب كابتن احمد، عايز اسالك على اهميه فكره وجود المهاجم الحريف بلغه الكوره. كنت من الفراوده او المهاجمين الحريفه، ودي حاجه من الحاجات اللي ناقصانا كمان في الكوره المصريه دلوقتي، اللاعب اللي بيقدر يعمل كل حاجه، اللي عنده الدريبلنج، المراوغه، السرعات، العاب الهواء، التسديد على المرمى، وانه كمان يكون خطاف بلغه الكوره او قناص. الى اي مدى نقدر نبدا ندور على النوعيه دي من اللاعبين وعلى المواهب الحقيقيه، لانها بتعمل فرق كبير جدا مع اي فريق ومع المنتخب كمان؟ والله اولا لازم الناشئ يبدا في انديه يكون المدربين اللي بتمرنوا يكون مدربين على فكره عالي جدا، مش بالضروره انه يبقى لسه مبطل كوره ويروح يمسك فريق صغير. بالعكس، انا مع ان المدرب يبقى خبراته كبيره يديها للصغيرين، لان هو اللي بيحط البذره، او بمعنى صح هو اللي بيأسسه صح. معظم اللعيبه اللي بتيجي في فتره وهو كبير تيجي نختاره كمهاجم هتلاقيه بيبقى ناقصه عنصر او عنصرين مهمين جدا في المهاجم. فعشان كده لازم نبدا بالناشئين، ان اللي يمرنهم يكون ناس خبرات مش لسه مبطلين كوره. اللي بيبطل كوره، انا مثلا كلاعب بطلت كوره 35 سنه، لما اجي ادرب فريق صغيرين اولاد صغيرين ببقى فاقد حته ان انا اديله لسه الاحساس والحاجات دي وبزهق. لكن لما اجي اتعامل مع فريق كبير بيبقى انا لسه في الملعب، انا ببقى اخر سنتين ثلاثه ليا كمدرب، فبتعامل في الملعب كمدرب. عشان كده بنقول المدربين الكبار هم المفروض يمسكوا الصغيرين، لان هم دول اللي بيأسسوا صح. والكلام ده بتلاقيه في اوروبا، متواجد في انجلترا، في المانيا، في اسبانيا، تلاقي دايما مدرب مرن الصغيرين مدرب خبرات وسنه كبير لانه عنده خبرات وهيقدر يدي الكلام ده للعيب. اخيرا يا كابتن احمد، اخيرا استاذ ابراهيم حجازي كان قال حاجه على ماتش الاهلي والزمالك، عايز اعرف رايك فيها. استاذ ابراهيم بيقول المباراه القادمه خارج التوقعات، وانها دائما ابدا قمه الاهلي والزمالك دايما خارج التوقعات. رايك ايه؟ امنياتك وتوقعاتك للمباراه دي وحساباتك بالنسبه لمسار ومستوى الفريقين في الفتره الاخيره؟ والله طبعا كلام مظبوط استاذ ابراهيم، يعني كلامه كله بيبقى سليم، خبراته الكبيره بنستفاد منه. وفعلا مباراه الاهلي والزمالك خارج التوقعات بتبقى حسب حاله اللعيبه يوم المباراه وتركيزهم. اعتقد ان الفتره دي النادي الاهلي ماشي بشكل افضل من الزمالك، لان نادي الزمالك بدا يضغط زي النادي الاهلي في الفتره الاولى، وبدا يلعب افريقيا وسافر، فبدات الهزائم او التعادلات لنادي الزمالك، عشان كده النادي الاهلي قرب منه. وانا شايف وجهه نظري ان النادي الاهلي ان شاء الله هيبقى ليه الغلبه، لان النادي الاهلي المواقف دي انا مريت بيها مع النادي الاهلي سنه 95، وكان في فرق 13 بونت بيننا وبين الزمالك، والدوري مشي بنفس الشكل ده، واحنا اللي اخذنا الدوري وكسبنا. فالنادي الاهلي قادر ان هو يحصد الثلاث نقاط في حاله ان شاء الله فريق النادي الاهلي يبقى في حالته، واعتقد انه عنده بدلاء كويسين جدا. النادي الاهلي جاهز للمباراه، وعندي يعني احساس ان النادي الاهلي ان شاء الله هيحسمها باذن الله بشكل كويس. لكن في الاول والاخر الكوره ما فيهاش توقعات، ولكن احنا بنقول احاسيسنا يعني، لكن كلام اكيد سليم مليون مية. عايز اقول يا كشري، بالنسبه انت اتكلمت على حكايه المهاجم، واللي انت قلته كله صحيح 100% ومعاك 100%، بس انا ملاحظ حاجه في المهاجمين بتوعنا في مصر هنا، ان في منطقه الجزاء ما حدش بيقطع يا كشري. يعني هو واقف ورا المدافع، المفروض والكره هيرفعها بعمل حسابي اقطع، يعني اخد الخطوه دي عشان انا يبقى المدافع في ظهري انا، ما يبقاش انا وراه. احنا بيستنى، عدت وجات له الخير، ما عدتش وقطعها وخلاص، هو عمل هيعمل ايه؟ طيب يعني هو فكره ديت، ما هو دي اللي انت قلت عليه، ان الكلام ده كله بيتعلمه وهو صغير، لان لو ما اتعلموش وهو صغير صعب جدا ان انا اغير الحاجات دي في السن الاكبر كده. معايا في ده؟ والله العظيم كلامك مظبوط مليون مية. انا الكلام ده دايما بقوله للعيب، لازم تتحرك وتاخد تسبق قبل المدافع، لان الكوره اللعيبه عندنا في مصر بيستنوا الكوره، وخاصه الكوره الثانيه اللي على العرضه البعيده بتاخد وقت، عايزه تديها قوه وعايزه تديها يعني احساس بالمرمى. لكن اللي بيقطع القريبه ده بيبقى فرصه اكبر بكتير من اللي واقف متاخر على العرضه البعيده، لان اللعيب لما بياخد الخطوتين الاولانيين زي ما انا قلت ان اهم حاجه في المهاجم انه يبقى عنده الستارت اللي هي بتخليه يبقى قدام المدافع. فعلا اللعيب لو اتحرك وراح للكوره هيسجل اهداف كتيره جدا. اللعيب اللي بيستنى الكوره عايز يديها شو، عايز يوقف الكوره يلعبها لمستين، وده بيبقى صعب في منطقه الجزاء، خاصه ان تبقى في كور ثابته وفي بيبقى فيه لاعبين كتير. فكلامك مظبوط مليون المية إبراهيم، والله انا بمرن اللعيبه على كده وبقول لهم. ولكن النقطه اللي انا اتكلمت فيها الاساس،
يجي لك لاعب خامه كويسه لكن مش متاسس، فتبص تلاقي بتتعب معاه، وعشان في سن كتير انك تديله كل الكلام ده بياخد وقت، اما اللعيب الصغير بيستوعب بسرعه. اكيد. عشان كده بقول الخبرات الكبيره محتاجه هي اللي تمرن اللعيبه الصغيرين، هيفرق مع مصر في المستقبل. ان شاء الله ان شاء الله. بنشكرك جدا. شكرا يا أحمد. احمد شكرا سعداء بمشاركتك معانا كابتن احمد عبد المنعم كشري نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا، وان شاء الله نسعد بيه قريبا على شاشه قناه الاهلي.